حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامج صوتكم. هذا البرنامج اللي نوجد بشاشة الرافدين حتى نسمع آرائكم وتعليقاتكم حول المواضيع اللي نطرحها في كل حلقة من حلقات برنامجنا اليومي. للمشاركة بالبرنامج من داخل العراق عندكم ذني الأرقام الاثنين، تقدرون تتصلون بنا بأي لحظة من لحظات البرنامج من زاخو إلى الفاو. من خارج العراق تقدرون أيضا تتصلون بنا بالبرنامج على أرقام البرنامج الأخرى، وهذني الاثنين أمامكم الآن، تقدرون تتصلون بنا بأي لحظة من لحظات البرنامج على واحد من هاي الأرقام. فعدكم ذني الاثنين للخارج أمنا من العراق تقدرون تدقون عليها، وعدكم رقمين من الداخل ذني أربع أرقام للاتصال. أما هذا الرقم اللي راح يطلع هنا هذا رقم الواتساب. رقم الواتساب اللي تشوفوه هنا أنا غير مخصص للاتصال، يعني تدق على الواتساب ما راح تقدر تحصلني مع الأسف، وما راح أقدر أسمع صوتك أخوي العزيز أو أختي العزيزة أو أمي أو أبويا. فعدكم هذا الرقم، إذا ما قدرت تحصلنا على أرقامنا الثانية تقدر تكتب لنا رسالة على هذا الرقم حتى نقدر نقرأها بالدقائق الأخيرة من حلقة هذا اليوم. الفيديو اللي شفتوه بعشارة البداية تظاهرة بالعراق، مع الأسف اللي من بطأوا الفيديو وحطوه بدويرة حمراء، هاي بطل مولوتوف. بطل مولوتوف انشمر على منصة في أحدى التظاهرات العراقية اليوم. يعني هذا الاستهداف المستمر للمتظاهرين وللشباب مستمر. ماذا يحجون؟ هذا الاستهداف مستمر. المهم مو موضوعي، موضوعي اليوم احنا اليوم ايش قد بالتاريخ؟ 16، بقينا 4 ايام. 4 ايام تفصل العراق على اساس ويا انتخابات ديمقراطيه، على اساس انتخابات مبكره. طبعا انتخابات مبكره واحنا على اعتاب 2022 والبرلمان صار ل4 سنين، شنو المبكر بهالانتخابات؟ ما حد يدري الا اللهم انه هي صارت قبل ال22 بشهرين. المهم من المفترض انه العراق يعني اكو نقله راح تصير، بس لو نرجع لورا ثوار تشرين طلعوا وقالوا احنا نريد اسقاط العمليه السياسيه، هذا الشيء ما صار. احنا نريد تغيير الوجوه اللي حكمت العراق من 2003 لليوم، هذا الشيء همينه ما صار. طلبوا انه تكون اكو انتخابات على شرط انه شكو واحد تسلم منصب او رشح او صار نائب بالبرلمان او وزير او رئيس كتله او حزب او تابع لحزب من الاحزاب اللي انعرفت بعد عام 2003 ما يرشح بهالانتخابات. همينه هذا الشيء ما صار، لا بالعكس صار اكو شيء جديد اللي بالقانون الانتخابي مثلا انه اي كتلة عندها ميليشيا مسلحة او جهة مسلحة تمثلها ما يصير ترشح. شفناهم سنين بدر والدعوة والتيار الصدري مرشحين، لا اليوم مثلا الكتائب سوت كتلة حقوق علني، صارت صادقون باسم العصائب هم علني صارت. حزب الله قام يرشح وحقوق قامت ترشح وميليشيات البيكيكي قامت ترشح وغيرها 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 وغيرها، علني صارت. ما أعرف كم قانون يردون يخالفوه. عد اتصال أم علي، أم محمد من الموصل، عفوا أم محمد من ديالى، حياك الله. السلام عليكم. حياك الله أختي عزيزة. والله بالنسبه لانتخاباتنا نقول لو ما شاركت. نعم يعني احسن، لان ياخذون فرصتهم بالبرلمان، يعني بس نضيع اصواتنا وياهم. نعم فالمقاطعه بالنسبه احنا والتشرين المقاطعه احنا حتى ما نعطيهم شرعيه يستفادون من عندها. نعم. بس انا اقول مش عجب، يعني المفروض قوى تشرين تطلع بمؤتمر من المقاطعه حتى احنا بنعلنها وياهم. نعم. فظلنا حائرين، يعني انتم منسحونا نروح ننتخب ما نروح ما. نعم. احنا ما لاقين امل حتى نروح نغير،
سيطرة على الوضع والمشهد سيطرة تامة، يعني ما أن الصوت يوصل. نعم. أشكركم عليك. شكرا 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 لك أم محمد. أبو صنديب من الكوت، أبو صنديد حياك الله يا أبو صنديد. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. قناة الرافدين الله يحفظكم، مقدم برنامج ومعدين ومخرج، وتحياتي لكم وأتمنى لكم النجاح. حياك الله أخوي. أنا من المتابعين البرامجكم والأطروحاتكم، وهذا اللي تتفضلون به اليوم على أساس الانتخابات قربت. نعم. وعلى أساس ما تدعي الحكومة العراقية الناس اللي هم بالمناسب بأنه تغيير بالواقع الحال للعراق، هذا نعم. مستحيل يا أستاذ محمد، هذا ما راح يغير شيء بالعراق، لأنه البرلمان اللي موجود بالعراق لا يقدم ولا يؤخر أبد، ما يؤخر أي قرار ولا يقدم أي قرار. نعم. مثلا الكتلة الفلانية التابعة للزعيم الكتلة الفلاني، لو شلت كلهم أو كلهم ألغيتهم من البرلمان، القرار بيد أبو الكتلة. هذا الشيء. الشيء الثاني، يعني زعماء الكتل موجودين نفسهم أستاذ، يعني القرار ما بيد البرلماني، فما أكو تغيير ولا أكو تطور بوضع العراق، يبقى العراق أبو صنديد. بس إذا تسمعني سؤال صغير، سؤال صغير أخوي العزيز، انت قلت انه القرار اعضاء الكتل السياسيه والبرلمانيين ما لهم قرار، القرار بيد زعيم تلك الكتله او قائد تلك الكتله. نعم سؤال. نعم وهذا موجود، زعيم الكتله موجود. نعم لا سؤالي هنا، ليش هو مثلا زعيم اي كتله، عمار الحكيم، نوري المالكي، مقتدى الصدر، اياد علاوي، ذولا كلهم لهم قرار بايديهم، هم ينفذوا له، هم هم تابعين الى جهات اخرى ينفذون قراراتهم. هذا مؤكد استاذ، هذا منتهين منه هذا، بس انا اللي اتكلم عنه قرار بالبرلمان، باي قرار تصويته بالبرلمان، اذا ما توافق زعماء الكتل ما يعبر هذا القرار استاذ، انت فاهم الوضع. يعني اي قرار بصالح الشعب اذا ما صوت عليه البرلمان ما يعبر هذا القرار، البرلمانيين ما يقدرون يصوتون بدون موافقة زعيم الكتلة، يقولهم رفعوا ايديكم، رفعوا ايديكم، لا تصوتون لا تصوتون. هذا اللي أقصده، أعرف الارتباطات، أعرف الجدات، أعرف المشاريع المتعطلة في سبيل لا تنحسب لفلان، هذا الشيء منتهين منه أستاذ محمد. العراق إلى خراب، ما يصير لك كل شارة هذا العراق ما دام سلطة الأحزاب عليه، ما يصير لك كل شارة. يعني مثلا هسه مشروع يتبنى تعمير العراق، وبزمن الحكومة الفلانية تعرف الكتلة الفلانية، تعرض كل الكتل الباقية، خاف ينحسب لهذا الشخص. فمن هذه المناكبات ومن هذه الأنانية اللي صاير احنا الضحية بها يا أستاذ. نعم نعم نعم. شكرا 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 لك أبو صنديد، وممنون اتصالك وحياك الله. أنت قلت أنه أنت متابع، يعني نفرح بكل متصلين برنامج صوتكم وكل أبناء الشعب العراقي أنه يشاركونا ويعطونا رأيهم. حسين من البصرة حياك الله يا حسين. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام أخوي. أخوي كل معاناة الشعب العراقي كلها من وراء هذه الأحزاب وهذه الكتل السياسية التي هي سبب سرقة أموال الشعب العراقي، بسبب هذه الكتل السياسية كامل. الله بدعتك. كل هذا الخراب، كل هالمعاناة، كل هالسرقات لأموال العالم، يعني كله بسبب هذه الأحزاب وهذه الكتل السياسية وهذه الحكومات الغاشمة وقواتها الطمعية المجرمة. هي أعداد كبيرة من مواطنين من أي مكان بالعراق. نعم. دمرت كل شيء، حتى المياه السقي لمدن العراق بالكامل، حتى مدن الشرقية بالكامل اللي كانت منعت عن حتى مياه السقي ومياه الشرب، وهسه مع ناس أهل الجنوب بالكامل حنوا من جراء انقطاع المياه السقي ومياه الشرب الخالية من الشوائب والخالية من الأضرار. نعم. بسبب هذه الكتل السياسية وآخرها كتل
اللي هي أسوأ كتلة على وجه كل الكتل السياسية. يعني كنت فاسدة مجرمة هذا المجرم المتعصب هذا هي وغيرها من الكتل السياسية الأخرى الفاسدة بسبب مثل ما قلنا المعارك الناس بسبب الكتل السياسية والسلام عليكم. نعم شكرا شكرا لك اخ حسين. ابو زينب من النجف حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه لكم. الله يسعدك ويسعدك. بالنسبه لهذا الموضوع القديم الحديث والموضوع الشائك، نعم اكو خطوه مهمه يمكن ما انتبه لها الشارع العراقي، وهي اسم المفوضيه العليا المستقله للانتخابات. نعم تدري سووا رسائل كتل والاحزاب قبل 6-7 أشهر؟ نعم. من رئيس واعضاء الهيئه المستقله العليا او المفوضيه المستقله العليا للانتخابات كلهم اخروهم وجابوهم من احزابهم. هذه المخالفه دستوريه وقانونيه. واذا صارت انتخابات فهذه الانتخابات راح تكون على باطل. ثانيا المجرب لا يجرب التي أطلقها السيد السيستاني بأن هؤلاء جربوا 17 سنة أو 18 سنة ولم يخدموا العراق قيد شعرة قيد أنملة، دمروا العراق، حطموا الاقتصاد، حطموا البناء التعد، كل شيء دمروا هم. يعني أنه هذول المفروض بعد يحترمون أنفسهم يستحون يبطلون ما يرشحون. بعض المتخرصين بهم ايش قالوا؟ قالوا الناس فاهمين خطأ مقولة السيد السيستاني. يا بشنو الصحيح؟ يقول المجرب لا يجرب أن احنا جيدين ولذلك ماكو داعي انه يطالبون. لك شنا الاستخدام لعقول الشعب العراقي المسكين؟ هدرتوا الثروات 3 تريليونات دولار من 2003 الى الان سارقيها ومهربيها للخارج. ها ذاك اليوم من يقول الكتبوني راح نرجع الأموال المسلوبة والكذا، بعدين حولوها قالوا ها أموال النظام السابق. لك هذا النظام 3 تريليون بحق بالأخير يقول لك والله لحد الآن رجعنا 121 مليون. 121 مليون وين و3000 مليار وين؟ بعدين أنه هذول من ما يريدون، مو ما افتهموا وإنما ما يريدون أن يفهمون شنو هذه ثورة تشرين، وهو إزاحتهم كاملة عن سدة الحكم، لأن يعني أثقلوا الشعب العراقي، أثقلوا ودمروا دمار شامل. فعليهم أن يستحون من أنفسهم أنه يبطلون بعد ما يرشحون. خلوا الناس يشوفون دربهم، دمرتوا العراق، غازنا يحترق صار له 70-80 سنة، بلد مثل العراق بلد نفطي بلد غازي لحد الآن 30 سنة بلا كهرباء، والله إلا من إيران، دان على موكب من إيران على الشعب يوم 10-10 ما يروح ينتخب وإنما يسوي ثورة عارمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله حياك الله أبو زينب. إحنا السؤال اللي نريد نوجهه يعني هو يا ويجي للانتخابات خصوصا اللي يلزم منصب رئيس الوزراء رأسا يبدي يفكر شلون يجيب الولاية الثانية. طبعا ما يفكر أنه يخدم الناس ويخدم البلد ويخدم الشعب ويبني ويعمر وينطي حقوق بحيث لما تجي الانتخابات وراء 4 سنوات الناس تقول هذا اشتغل لنا وسوالنا وحطلنا وجابلنا وصعدنا وانطانا رواتبنا وبنالنا البلد ورجعنا المناطقنا ونهى قضية النازحين ونهى الأمية ونهى عماية الأطفال والاتجار بالبشر وحارب المخدرات وحارب العشيش وحارب هواية قضايا وحارب الفساد احنا ننتخبه حتى يكمل لنا المسيرة اللي بداها. لا هم يبدون نفس المسيرة ويمشون على نفس الوتيرة، فساد وقتل وخطف ومخدرات وحشيش والنازحين قاعدين بمكان ما حد مد دار لهم بال، التعليم صفر، الزراعة ميتة، الصناعة منتهية، ما يديرون بال لأي شيء. زين أنت من تريد ولاية ثانية على شنو؟ يعني هم يطون وعود وما ينفذوها. زين إلى متى؟ أم أحمد من النجف حياك الله. ألو السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. الله يخليك استاذ اسل، ممنونه من عندكم على هذا البرنامج اللي ابد ما نقدر نفارقه ولا نقدر نسمعه. حياك الله اختي. هاي اولا الله يرضى عليك. بدايه كلامي انا من مرات اتحدث اقول لكم الشيعة والعذره لهذا اللفظ السخيف
ودائما احاجج بالامام علي، مو معناها اكو ناس هم تكرمون استخدمت الالفاظ السخيفه اللي هي كلها بدع وفتن ومن يسمون سنه، لا انا بالنسبه لي عندي بلدي لازم الكل واحد، هاي قناعتي لازم ابين لكم اياها على مود من اسولف لحد يتأذى من عندي، يعرف قصدي شنو. دائما ارد هذول السفله اللي يدعون انهم هم من اتباع الامام علي، اللي يدعون آية قرآنية أو بالذات اللي صفقوا لهم اللي هم جماعة أهل البقاء وجماعة الحكيم اللي هم طالعين على السطح قد مرة، القرآن بين آية قرآنية صريحة، الله سبحانه وتعالى يقول سنريهم من آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم الحق. أستاذ أثر باللغة العربية كلمة حتى يتبين، هاي الصيغة معناها قطعية، الحق بين والباطل بين. نعم. من ناحية ثانية وأكثرهم للحق كارهون، قبل أيام برنامجكم سمعت على هذا شو اسمه خذ علي من رافع راية يا حسين، أريد أقول له أنت من استخدمت التجارة أنت وأمثالك، هذا النفاق واللؤم اللي الإمام علي وصفكم أنتوا الشرذمة، يقول اللئيم إذا تولى أمر تغيرت أحواله، اللئيم إذا بلغ فوق مقداره تنكرت أحواله. أنتوا أهل الانحطاط بالمجتمع كنتوا اللي تابعينكم ما يشوفون وين كان حالكم، اللي يقولوا له مقتدى عايش الزهد، خذ علي عايش الزهد، وعمار الحكيم أتعف وأمر من هذا الوصف بعد نطلع اليوم خطية، كيف الخبز ما عندهم هنا بالنجف من يصير حكي، كارثة أستاذ أفل كارثة. فأقول أنت يا قدر اللي جاي تحكي هذا الكلام عقلك المستمع وينه؟ عقلك يا المستمع وين؟ مقتدى العام جماعة أهل البطل لما انحرقوا مقر إحدى القنوات بحجة الخيريات ملاتهم والغناء بوقت عاشور، أشو هالسنة كل القنوات ما عدا قناتين أنتوا قناة واحدة ثانية ما قبلت لها السفلة دولة والدعايات اللي خاصة بهم وتقول طاعات بالعراق، إيش عجب هالسحلال على مقتدى وعلى عمار من يغنون وعلى غيره؟ أشفتوا ما حرك ذاكن أبو البطل ولا قال هذا حرام؟ أنت المشكلة عندك يا أستاذ أفل، مو اللي قاعد على كرسي ويحكي، اللي قاعد على كرسي مستفاد، أنت اللي ضيع بلدك المرتزقة، المرتزقة من داخل البلد، الناس اللي لحد الآن أقول لحد الآن أكو حاطيهم يعدوهم يوصلون لمرحلة يقول لي أحكي على الله ولا تجيب طاري مقتدى أو لا تجيب طاري عمار البالي، أنا شو أتوقع من بلدي وين راح يروح؟ يا ظلمة، هذا هو بعد ما رايح وما صاير بالهاوية. نعم. أي انتخابات يحكون عليها؟ أي انتخابات؟ نعم. شكراً شكراً لك أم محمد لاتصالك ببرنامج صوتكم. أبو فاطمة من النجف، حياك الله يا أبو فاطمة. عفواً أبو فاطمة من صلاح الدين. السلام عليكم أستاذ العزيز. عليكم السلام والرحمة والإكرام أخويا العزيز. أستاذ نازحين من 2014 في مخيم السليمانية. نعم. ننتخب يعني نصيحة يعني ننتخب نطلع يعني أني شنو علي شنو أطلع ننتخب على شنو؟ نعم. أنا إذا ما حد داير لي بال أنا شنو الصعبة؟ ما جاني ورجع لمنطقتي وبعدين إلى ماي عيني لعباني بالخيمة وأطلع من الخيمة أو شغلي وأروح وجاني ننتخب، هذا الشيء يقنع يقنع المشاهدين؟ يعني انا نازح صار لي 7 سنين وحتى حاليا اقول لك تعال اطلع انتخب. انتخب من؟ انتخب من غير انتخب شيء مقيم فايدني وفايد الشعب؟ واحد عدو الي وعدو للشعب؟ من اللي قبلها؟ قبل الشهر قبلنا الهمد تحت الخيمة قسما بالله وخافت من ابنها من الحريق اللي صار فينا وصارت بينا، يعني ابن ام خاف منه من قد يعني النار ما ماكله جسمه، وحتى جايين يقول لي روح انتخب، شلون انا اقنعها اطلع وانتخب وانا صار لي بهالسنة 8 سنين انا بالمخيم؟ هل واحد يطلع ويجي يعني يقابلني يقول انتخب؟ هل احد يجي؟ يجون والله انا بيع ضميري ب 50,000 دينار
صوتي 50,000 دينار وعد الشعبي عبي صوتي حسبان يعني شلون نضيع عرضي نفس الشيء. فيعني احنا يعني نطالب بالاستاذ العزيز عدة مرات على دعاتكم وطالب جوع الاهالي يثرب وما كل فائدة. يعني حتى حاليا قامت يعني نفس مهم مرشحين ويريدون يساعدون ونسأل الله ان شاء الله ان شاء الله الله سبحانه وتعالى ضدهم مو يعني الله سبحانه وتعالى مع مع المظلوم. واحنا مع المظلومين الله سبحانه وتعالى معنا التار. نعم نعم شكرا شكرا لك ابو فاطمه. يا رب انه السياسيين يلتفتون الى النازحين وقضيه النازحين لانه يعني ابو فاطمه واحد من الناس اللي يقول لك انا صار لي 4 سنين شنو اللي قدموا لي حتى اروح انتخب او اعطيهم صوتي واذا انا اعطيتهم صوتي راح يرجعوني لو لا. سؤال من مواطن بيعيش معاناة قضية النازحين ومعاناة النازحين كبيرة مو بس النازحين اكو هواية ملفات بها معاناة اليوم بالعراق نازحين العاملين الأجور اليومية الكادحين البسطاء المهن البسيطة الكسبة دولة كلهم اليوم في معاناة فما بالك بالخريجين والعاطلين عن العمل والموظفين والمحاضرين الغير يعني محاضرين مجانيين واللي عقود ما مسجلة واللي بطلوا و و و و هواية أمور. كيان من بغداد ويانا حياك الله يا كيان. السلام عليكم أستاذ أفل. وعليك السلام والرحمة والإكرام أستاذ كيان. حبيبي طيب الله مساءك ومساء الكادر ومساء العراقيين الشرفاء. أسعد الله أوقاتك تفضل. حبيبي أنا شوي هاي يعني هاي أرد على الشيخ. الشيخ يقول ببركات ذات النظام السابق. نعم. أخرنا. أنا هسه ذاك النظام السابق لا أنا ويا ذاك ولا عندي شيء وياه بس خلنا نحكي حق الله. ذاك النظام السابق أمان أفضل دولة بالعالم إحنا بالأمان. حصة تموينية 14 مادة. سعر البرميل 8 مليون. سيادة العراق موجودة. العراق إلى هيبة. مرت الشهيد محفوظ كرامتها بيت وسيارة قطعة أرض وسيارة وراتب تمام. صحة موجودة. التعليم موجود. حتى احنا ذاكرة حتى نجي لكم انت نشوف بركاتك يا شيخنا. بركاتك انا اقول لك شنو بركاتك. نازحين نايمين بتشولة. نازحين ذولا هنا وناسنا نايمين بتشولة ما حد يفكر بهم. واكبر حرام على واحد يصلي ويقول وجهت وجهي وسلمت امري الى فاطر السماوات والارض وما يدافر على هاي النازحين. هاي وحده ماكو تحت الصفر. علمنا الناس القراءه والكتابه احنا تحت الصفر صرنا. صحه ماكو. مستشفياتنا بها قطط وبها قوارض وبها تكتك وبها دراجه تدخل المستشفى. زراعه ماكو. صناعة ماكو. مرت الشهيد تروح تراجع على معاملتها يزامونها على شرفها. هذا واقع حال. هاي بركاتكم شيخنا بركاتكم. هاي شوف بركاتكم شلونها. العراق تأخر إلى قرون بسببكم وبسبب شغلة مالتكم التعبانة وقيادتكم الفاشلة الما إلها لا بداية ولا نهاية ولا تستحون أنتم لا من الله ولا من إنسان. أنت يا شيخنا بكانك مو سياسة بكانك المسجد الجامع. انت تروح للجامع مو تروح للسياسه بها نفاق وبها كذب وبها دجل وبها حيله وبها خيانه. هي هاي السياسه. الجامع ما بي الاسلام نظيف بريء من عندك الاسلام. طبعا الاسلام بي صدق بي امانه بي اخوه بي تكاتف بي رحمه بي انسانيه بي بناء بي اعمار بي تكامل بي اخلاق بي مكارم الاخلاق. الاسلام مكارم الاخلاق بي الحق. كلمه الحق تنقال. ماكو كذب بي الاسلام. فانت زارق روحك هنا أنا شوية تريد تحرم من يسرى ويمنى. فهاي بركاتكم يا شيخنا. وهسه أنت طالع وجاي تحكي وأنا والله العظيم دوخونا هالشيوخ. واحد يقول لا تاكلوا النستلة مو ضروري. يعني إيش ناكل مدي اللي إيش ناكل بس اللي ناكل عجة ترجعنا على العصور القديمة ما أعرف. واحد يقول لا دولة مثلكم يا أيها العراقيين. شلون لا دولة مثلنا؟ إيش عدنا إيش خليتوا بينا؟ دجلو الفرات راح يختفن. دجلو الفرات 20 سنة تقارير عالمية راح تختفي. شحت مياه أقل من 20 سنة. غير صالح
المهم احنا هاي تقارير عالميه انا متابعها استاذ افل. التقارير العالميه تقول الجفاف يبدي بالعراق من 2025، يعني 4 سنين اللي قدام. احسنت احسنت زين. انتم هسه مياه صالحه للشرب ماكو، خطه خططكم شنو خططكم؟ نريد نفهم، نريد نعرف خططكم، هاي خططكم المستقبليه، شنو خططكم المستقبليه للعراق؟ عطاله، بطاله، ارامل، جوع، فقر، يتامى، يعني شنو خططكم؟ نريد نعرف شنو خططكم. انتم ما تستحون، ما تخجلون، يعني ما تخجلون من الله سبحانه وتعالى؟ هسه بنادم عوفه بشر هذا، بس الله، الله سبحانه وتعالى عز وجل، ما تخجلون من عنده، ما تستحون. باكر عقبه تقابلونه بيا وجه، تقابلونه بيا وجه. بس اللي دمرتوا بلد 40 مليون نهيتوه نهيان، نهيتوه نهيان، رجعتوه. والله العظيم ما مر على العراق، استحلون العثمانيين 500 سنه مو هيك، الانجليز 100 سنه مو هيك، مو هيك. وعيب، عيب على اي شخص، اي شخص يحمل هويه العراق ويقول انا عراقي واصيل وشريف، اللي كان مواطن، والكان مواطن عادي، والكان عند رتبه، والكان شيخ عشيره، وكان ينتم لاي شيء ويقول انا عراقي شريف، ويقول العراق حب العراق، ما يوقف وقفه مشرفه من شمال العراق الى جنوبه. وذول اهلنا النازحين عيب ما نفتح بيوتنا، العراقيين شرفاء وهالغيره، نفتح بيوتنا ونجيبهم ونسكنهم بقلوبتنا، بقلوبتنا. وخلوا ببالكم فد معلومه، والله أنا لا أحكي، لا عندي نازح ولا عندي محتقل ولا عندي شيء من فضل الله، اللهم يبعدنا عن هاي الأمور. بس هذول كما تدين تدان، هذول زحمة زحمة، حرام حرام على أي إنسان. هو شنو الإنسان اللي يصلي؟ الإنسان هي أنت عند الصلاة انفرد ما سوى الردة ردة مظاهرة، ينطلق عليها رصاص مظاهرات يروح بها 1027 شهيد و27 جريح. هاي حرب ما يروح بيها هيك، حرب ما يروح بيها هيك. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. بيكم يا سياسيين افندي وزي عربي وعمامه، بيكم كلكم من البدايه للنهايه، ما تشتهون يا ما تخجلون. نعم يا هاي النقطه مال غيره ببيتوها. نشكرك، شكرا 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 لك اخ كيان لاتصالك بالبرنامج. ناصر من بغداد، حياك الله يا ناصر. الله يسلمك. مرحبا استاذ. مرحبا اخوي العزيز. استاذ انت هسه المواطنين كلهم بده يتحدى العراق شلون؟ احنا هاي الانتخابات الجايه، نعم، هاي الانتخابات تدمير للعراق، اخاف ما تبقى شيء. ليش هو بقى شيء ما تدمر بالعراق؟ اكو هم دمروه متعمد، هي بدها تقود العمليه السياسيه استاذ. نعم واضحه بالعراق وبغداد. النفوذ الإيراني والسياسيين العراقيين يميلون الإيران للعراق، فإحنا هسه ديرنا إيران والله أمانة الله ورسوله. أخذوا شيء ما دمروا البناء كله، تدمر ودمر العراقي، خلوه فاسد يرتشي. وإحنا قبل عندنا الرشوة حتى ما يزودوا، قبل استهدفت بالحكومة القديمة إلى متزوج ضمن الوظيفة ويطردوه ويحلوه للمحاكم. تشجيع يعني فاسد. انت قيس المخدرات، المجلس طبعا خفض حكومه العقوبه مالتها، ف تعول الدوله على الفساد. احنا ما نتمنى انه البلد يخرب، لكن انا اقول للمواطنين المرحله القادمه بالانتخابات يعني اخر ايام لكم. مو يطلع لي واحد يقول والله ما عندي ماي، ما عندي كهرباء، مش راح ترشحون ذولا وذولا، احنا ما قابلينهم والله، والله العلي العظيم انا لو بيجي اقص القابهم، لان اذلونا استاذ غفل، التعليم فشل، الصحه فشل، بس تروح تروح وتجي. فنصيحه للمواطنين العراقيين وخصوصا بالعراقيين، نقول باذنهم اذا رحتوا وانتخبتوا ذولا فاذا انتم مثلهم والله، وما يصير بيكم من الامراض. شويه وطيعوا الله، احترموا شعبكم، لا تشاركون بالانتخابات، لان الانتخابات هاي باطله. اختار واحد، قد يجوز واحد اثنين خمسه زينين وما تبقى ركام. فاحنا استاذ رفع الان ما اعطي عليك، الشعب العراقي قدامك امتحان صعب، وامتحان بيدك انت،
انت تريد تكتب صح تريد تكتب خطا. نعم. فانت رشح الناس الخيرين الى عقب زين. وانا اشكر شكرا شكرا لك اخ ناصر من عاصمه الرشيد. ويانا ابو حسن. حياك الله يا ابو حسن. شلونك اخوي افل؟ رب يحفظك ان شاء الله. ويحفظك يا غالي. تفضل يا غالي. الله يخليك اخي العزيز. في العماله اشكال. نعم. يعني هم دول عملاء بصوره عامه احنا نقول. يعني شوف البلد دمره تدمير لا زراعه لا صناعه لا اي شيء. نعم. واسوأ شيء يعني سابقا طبوا دول الايرانيين بوقت الزياره ودفعوا السياج وطبوا بدون اذن ولا لا فيزا ولا ضايعوا شيء وسووها قبل وهذا سووها. فواحد استنكر هالشغله طبعا ما يستنكر يعني مو عملاء. ويا امريكا لما انزلحوا ثلاث هاي تحكم البلدان اللي يعني غلبت على امرها فيجيبون هيك نماذج. يعني انا كعراقي وبكل باعتباري كمسؤول يعني افتراض اني مسؤول يعني شلون اسمح الايرانيين يدفرون الحدود مال شلامشة؟ شلون يعني اقبل استنكر احاسب الناس طبت احاسب الحرس مال الحدود؟ كيف هم يطبون؟ يعني العلم دمروه اليوم والله العظيم يا اخي يا افل. اليوم انا بالسياره دا امشي بالكوستر بنيه مخلصه دراسه يعني اصعب دراسه ماخذه وتبكي. اقول لها ليش عمو تبكين؟ تقول لي والله عمو خلت تعبت ودرست وركضت وما حد يوظفني واني يعني يعني عندي شهاده مميزه ما بعرفت يعني شنو شهادتها بس المهم يعني تعبانه على نفسها. زين انتوا لما تحكمون العراق العلم دمرتوه يعني المفروض واحد ما يدوس يكمل يخدم بلده. هذول ما يخلون ما يدون يخدم واحد يخدم بلده يردون بس الطائفيه والبطاله والمجاعه والتهجير وسرقه اموال الناس وجعلهم العوبه بيد العجم. يعني ما قلت شيء هاي الاعتقالات والسجون المتروسه هي ما يقهر ما يقهر الا بهاي الحاله اللي انت قلتها اخوي ابو حسن انه لما يطلعوا لك جنود اثنين ويلزمون الايرانيين وينزعهم الاحذيه ويبوسون برجليهم وذولا داخلين بطريقه غير شرعيه ومباوع على العراقيين المشمرين على حدود الدول الاوروبيه مثلا ليتوانيا اللي انقتل واحد من العراقيين اللي اشد معاناه هم دا يعانوها. شنو اللي قدمته الحكومه العراقيه للعراقيين اللي بس يردون يدورون حياه؟ اخي افل بالصين بالصين. نعم. يعني ينادون الحكومه بترجعهم للعراق يقول نروح للسفاره ما حيدير النبال. يعني مو حكومه هاي مو عراقيه عمرها ولا تكون عراقيه ولا تكون يعني كل شيء دمروه الزراعه دمروه الصناعه يعني البلد خلوه على حافه الهويه. نعم نعم. يعني هسه يعني لما تجي على حقوق على البلد لازم بي صناعه بي زراعه يعني اهم شيء عندهم ايران يستوردون منها هم عبيدهم وعبيد الامبرياليه صهاينه. هم ذولا عندي قناعه بين ذولا كلهم صهاينه. يعني البلد ابن البلد يحمي البلد مو يجي يخلي مفتوحه الحدود من كل مكان. هاي التصحر صار زين. هاي اذا انت حكومه عراقيه زين بتحاسبون تركيا شلون طبت داخل العراق وباخذ مسوي قواعد زين. هاي وحده انتوا عراقيين شلون تخلون ميليشيات الحرس الثوري تطب للعراق؟ شلون حكومه؟ زين هاي المخدرات ده الطب ما حد يحاسب يعني منهم وبيهم تجار مخدرات. فيا اخي انا اسال العراقيين افتهموا هاي الشغلات وبعدين انتوا قرروا اذا تحبون تنذلون انذلوا تحبون تعيشون بكرامه بلدكم هذا ما راح احد يحميكم يجي ويدافع عنكم. اهل البلد لازم يدافعون عنه. انت اذا ما تدافع عن بيتك عرضك ما تقدر تحافظ عليه. يا عراقيين افهموني يعني البيت اذا طب اي واحد عليك غريب او جردك من كل شيء ولعب بالبيت ما يحلو له شلون ما تدافع على بيتك؟ هذا عراقك. العراق هذا ارض طاهره وعربيه ومسلمه. نعم. لا تخلون الخنازير العجم يتغلبون عليكم. وانا اشكرك اخويا. شكرا أفل. شكرا لك ابو حسن. ابو محمد من بغداد. حياك الله يا ابو محمد. ولك اخي العزيز. حياك الله اخوي. الله يبارك فيك حبيبي. استاذ اسد المختار شلون حبيبي؟ حبيب قلبي تفضل. ان شاء الله حبيبي استاذ اسد اذا الشغلات اللي خربت البلد هي من بدايه 2003 لحد الوقت هذا. نعم. ما نقدر احنا بعض الامور ما نقدر ندخل بها
وكمون نقدر ندخل بها. الأمور ندخل بها مثلا أول شيء وجدناه هو اجتثاث البعض، هذا أكبر خراب للبلد. شلون صارت أكبر خراب للبلد؟ لأن ماكو مدير مدرسة مو بعد، ماكو ضابط مو بعد، ماكو أستاذ أو مدير دائرة مو بعد. وهذا من سوى اجتثاث البعض، بس يعني بعدوا العقول اللي هي تشتغل صحيح، تابعوا عقول مخلفة، عقول غير نيرة، عقول غير موجودة بالصحيح. لا مدير مدرسة صحيح ولا أستاذ جامعي صحيح ولا أستاذ دائرة صحيح ولا مدير دائرة ولا استشاري صحيح. هاي أول خراب للبلد. الخراب الثاني، الخراب الثاني بس له هو اللي بي يعني التصنيع العسكري اللي هجروا وأدوهم وهجلوهم ودمروا دوائر مالتهم. هاي النقطة الثانية. نعم. النقطة الثالثة سووا خلافات، خلافات من اللغة ومن القيم والأخلاق والمبادئ من أغلب الناس. القيم والاخلاق والمبادئ اللي هو من اغلب الناس وهم الاشياء اللي هي مو صاحيه ولا نظيفه. نعم. ودمجوا الدين بالسياسه. النقطه الاساسيه ايضا دمج الدين بالسياسه هذا كله خراب، وصار عمليه غسل عقول. غسل عقول الناس اللي هم بدوا اعمارهم من سنه 98 او 97 قشمروهم بالامور السياسيه الدينيه. نعم. وهاي السياسه الدينيه قشمروهم بها. لعبوا بعقولهم لعب مو طبيعي، خلوهم يعني ما يفهمون الوضع حال. هسه شباب عمره 18 عمره 20 عمره 23 سنه ما يفهم شنو هو موجود، على شنو اللي يسوي؟ علما اللي يدافع، علما اللي يضحي، ما يعرف. يسال اي شاب بالشارع يقول انت شو تحب؟ ما يعرف. شو يدري يسوي؟ ما يعرف. نطي سياره، نطي بيت، نطي فلوس، شو يدري يسوي بيسوي؟ هيك صار هدفه، ما عنده هدف صحيح، ما عنده ايمان، ما عنده قيم للبلد، ما عنده احترام من هذا بلد العراق مالته، بلده وطنه اساسا هو حياته، يعني الارض مالته اللي عايش فيها هو راح يكون حياته، يكون نفسه فيها. هسه اللي جونا اللي الانتخابات والترشيحات الجديده، شنو الترشيحات الجديده؟ على شنو ترشح البلد؟ يصلح شنو الاصلاح مالك؟ يلا بين بيها، اعطيني برنامج الثقافي مالتك، اعطيني منهاج راح تمشي عليه، شنو انت راح تسوي؟ شنو راح تسوي؟ اذا افتهمك كل شيء ما يفتهم. يقول شو انا اسوي اصلاح؟ انا عين، انا اوظف وهذا الاصلاح مالك؟ شنو تعين توظف؟ لا، شيل يحيي هالمجتمع الفاسد وحط المجتمع نظيف مكانه. شيل هالسلطه الفاسده حط سلطه نظيفه مكانه. تقدر انت؟ يقول لك لا. لا، عشان انت رايح مترشح. اذا انت مترشح من 10 قوم من 40 يوم اصبح مثلهم وابشع منهم. مو بس مثلهم. هذا المعرف عندهم. المعرف عندهم راح يصيرون خلينا نقول شيء عاشرون، شيء عاشرون، من يحسون؟ نعم. ناس مستواهم اوطن من عندهم. مو مستواهم عالي. عشان الناس واطين، الناس يعني تخلق، اذا جبت لك 20 واحد مرضى وخليت واحد صاحب بيناتهم راح ينعدي لو ما ينعدي؟ ينعدي. لو مشينا المرشحين نفس الجو، نفس المستوى، نفس النظام، نفس الطربق الموجودين، نفس الفاسد، نفس اللي يبوقون وينصبون ويحتالون وخيرات البلد كلها تروح. يعني انا اليوم شفت في التقرير انه فلان عنده هلقد، فلان عنده هلقد، فلان عنده هلقد، فلان عنده زين. حصص البلد منها العاد؟ وين حصص البلد؟ يعني راعي يقول لك حمد الحلبوسي ذاكر صار بالبلد عنده 30 مليار، المجيفي عنده هلق المليار، اياد علاوي عنده هلق المليار، المالكي عنده هلق المليار، فلان عنده هلق المليار. من جابوا هالمليارات هاي؟ من جابوها؟ هي ما حصص البلد هاي؟ حصص المواطنين هذي. نعم نعم نعم. هذه يعني البلد يا اخي يضيع الشباب حلوه خطيه. الناس من يخشون ياهم احنا والله بنفيد الشباب، شو تفيد الشباب؟ يلا اطفال هي كلهم بالشوارع يقدون، كلهم بالشوارع يبيعون كلينكس، كلهم بالشوارع يمسحون جامع سيارات وضايعين. المناطق شنو اللي فائده بها؟ شنو المستفادين منها؟ يلا جيب لي شخص خلص اعداديه تتوظف او تعين قصدي بدائره وراح كمل شهادته وكمل دراسته. وينهم يلا؟ هذا كان مسي خلص اعداديه يا اما يلبس بالجيش يا اما يروح يتعين الدائره يا اما يكمل جامعه. لان هسه خريجين معاد وكل اثر كم متخرجين يبيعون دقائر بالشارع. هل هذا صحيح؟ مو صحيح. اكو هواية امور ثقافيه مستمرين. هم يردون بلد يبون خربوه 50 سنه، يقول احنا عاملين على خراب البلد. لا صدق، رجعنا اكثر من 50 سنه. رجعنا اكثر من 50 سنه. لا احنا لا، هم مو عفوا استاذ، مو ما رجعنا، بس هم يخربوه مده 50 سنه. بعد 50 سنه راح يخلفوك هواية امور. هو مخطط مالتهم، نعم، مخطط اسرائيلي امريكي
مدمج ايراني مدمج بالدول العربيه الحاقده على العراق. نعم نعم اي بالضبط بالضبط. مصر وجدت في ناس طيبه عينها على البلد مثل العائله، عائله اذا واحد عينه على اولاده يعيش اولاده احسن كل شيء. عائله يترك الارض ما يروح يصيعون يروحون حراميه نصابهم ثاني. نعم هم هذا اللي يبون البلد. وين العقول مالتنا؟ العقول عندنا عقول تطلع خارج البلد. نعم شنو الطفل اللي قبل خويس يعني بالفيسبوك قبل كم يوم هو رجع نظام البرنامج مال ناصرات وهالشغله، طفل عمره كم سنه عراقي، هذا لو استغله واستفاد من عنده كم واحد بهالمستوى عندنا؟ كم عقل عندنا بهالمستوى؟ استفاد من عندهم مو الشباب صغار. ما عندنا فائده من الامور دي يدوزون يخربون البلد هذا حياك الله. أنا آسف استغفر. لا شكرا لك أبو محمد. أبو محمد أنت قلت على قضية الإسلام السياسي وضحكوا علينا به. شوف إذا نرجع لأوروبا بالقرون الوسطى قالوا إذا أرادت أوروبا أن تتقدم فعليها أن تفصل السياسة عن الدين، لأن كانت الكنيسة هي المسيطرة على كل العائلات الحاكمة في أوروبا. لكن إذا أريد نباوع على ديننا الإسلامي حنيف، رسولنا الكريم لما علم المسلمين الدين بشكل صحيح ولما انقضى على الجاهلية ودخلوا العرب في الإسلام أصبحت دولة بتعاليم الإسلام. لكن ما يحصل اليوم في العراق وما إلى علاقة بالتعاليم كلها، يعني إذا نجي على وحدة في الحروب قال لا تقتلوا شيخا ولا امرأة ولا تؤذوا طفلا ولا تقطعوا شجرة. احسب بالعراق ايش قصارا منهن، كم شجرة انقصت وكم طفل تأذى ونداس بدبابة وتقص يعني قصوا شعره بالكترات وسبوه وهانوه وأذوه وكم مرة انكتلت وتأذت واعتدوا عليها وسجنوها وسووا ما سووا، وكم شيخ كبير حارة وش سووا به. بالنسبة إلى رسالة الواتساب اللي وصلتنا اليوم، أول رسالة تقول أخي مقدم برنامج صوتكم المحترم، تحية طيبة مني لك ولجميع كادر قناة الرافدين المحترمين. وبعد منذ تولي هذه الحكومة والحكومات السابقة ولحد الآن لم يلمس العراقيين منهم أي خدمات أو أمن وذهبوا بالعراق إلى الهاوية. فرسالتي إلى جميع العراقيين الشرفاء بمقاطعة الانتخابات وعدم الذهاب لانتخاب أي شخص، ومن يذهب للانتخابات هو فقط من يكون ولاءه لإيران، لأن جميع العراقيين يعرفون جيدا ولاء هذه الكتل السياسية الحاكمة لإيران والقرار بيد إيران. أخوكم أبو مالك. رسالة ثانية تقول السلام عليكم، حياكم الله قناة الرافدين الكريمة وحيا الله كادرها الأبطال. أخي أفل الذي لا يتعلم من أخطاء 18 سنة ويقوم بإعادة تدوير نفس عناصر المسببة لكل الدمار الذي حل بالعراق هو إنسان لا يستحق الرحمة ومشارك بالإجرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسالة ثانية تقول أستاذ أفل يا وعود الله يخليك، هذول مجموعة من الفاسدين دزتهم أمريكا وإيران حتى يخربون العراق والمجتمع العراقي. أبو يحيى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى القناة الحرة البطلة. أخي أفل إن هذه الأحزاب بعون الثوار الأبطال ثوار تشرين سوف تنزاح، تريدون تخلصون من هذه الميليشيات قاطعوا الانتخابات ولا تذهبوا إلى الانتخابات. أخوكم أبو محمد من بغداد وشكرا. أستاذ أفل يوم 18 ستجري انتخابات عسكريين حيث سيتم إعطاء كل عسكري 5 استمارات ليؤشر على المنتخبين الذين يراد فوزهم مقابل إجازة 15 يوم مع ورقة فئة $100. هذه القوائم هي من إيران. يا أيها العراقي إذا تحس أن الغيرة باقية بنفسك من أجل سيادة العراق وشعبه أرفض ذلك. السلام عليكم أبو حاتم من الموصل، تحية طيبة لك أستاذ أفل وللجميع. أستاذ أفل العراق من عام 2003 بنفس الدوامة، يروح حمار يجي بغل من 2003 ولهذا اليوم العراق بدون إدارة، نفس الوجوه تروح وتجي متصارعة على سرقة وفساد، كل واحد منهم يقول أنا أبوق وأسرق أكثر، أداري سياسي ميليشياوي أمني كلهم نفس الحمير يروحون ويجون ويضحكون على الشعب التعبان من الحروب والتدمير اللي مر به العراق، والعراق بيفتقر لثورة من رحم الشعب أو انقلاب عسكري من قادة شرفاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ أفل وعذرا للمشاهد الكريم من هذا الوصف لهذه الحقبة السياسية في العراق من 2003 ولهذا اليوم، الواقع فرض هذا الوصف عليهم، تحياتي لكم جميعا. أخواني الأعزاء احنا اليوم يعني أخ كيام من بغداد يقول ما حد سوى اللي سواه
ذول اللي جو يحكمون العراق من 2003 لليوم، قال مثلا الحكم العثماني طول 600 سنه بالعراق ما سوى هذا الشيء، الانجليز مثل ما قال اخ كيان 100 سنه ما سوى هذا الشيء، لا المغول اللي جوي كل اللي سووه هم هدموا مكتبات وشمروا الكتب العراقيه بالنار، حتى انه قرينا بالكتب انه لون نهر دجله صار ازرق من الحبر مال الكتب اللي انشمرت بالنهر، حتى ينهون العلم بهذا البلد وما انتهى العلم في فتره المغول او بعد فتره المغول، بس ما هدموا مرقد نبي الله يونس، بقى جوامع العراق بقت، كنائس العراق بقت، ما هدموهن لا مغول لا انجليز لا عثمانيين ولا اي واحد، حتى الانقلابات العسكريه اللي صارت بالعراق ما سوت شيء، حتى ثوره تشرين عفوا ثوره العشرين وما بعد ثوره العشرين هي لبناء العراق، لكن ذولا جو من 2003 لليوم لا بقى جامع لا بقى كنيسه لا بقى مدينه لا بقى محافظه لا بقى مي لا بقى زراعه لا بقى نخل لا بقى تمر لا بقى اي شيء بالعراق كله نهو، ويجونا هسه يقول لك بعشرة عشرة اكو انتخابات تعالوا انتخبوني، احكوا لنا ايش راح تسوون ورا عشرة عشرة وراح يرضى بكم الشعب لو لا. نلتقيكم على خير ان شاء الله مشاهدينا بحلقه جديده من برنامج صوتكم بنفس الموعد باكر باذن الله، في امان الله.